هادشي اللي كتشوفيه دابا في الشاشة هو مشاهد حقيقية ديال تسليم أخطر بارونات التهريب الميريكان من بعد ما غرق الشوارع ديالها بالعشبة والبيضة. ما غاديش تخيل كيفاش غيهرب الملايين ديال الأطنان ديال البيضة في الأنفاق من تحت الأرض من المكسيك حتى الميريكان. الباترون ديال كارتيل سينالوا اللي رجع الحكومة المكسيكية خاتم في صبو، رئيس وزير كوميسير اللي هدر كيصيفطو للقبر. كيفاش غيتحول من إنسان فقير زيرو درهم ما فيهش حتى 1.60 الباترون ديال اقوى كارتيل مافيا منظمه اللي حاكم المكسيك ومحم امريكان كامل، خواكين غوزمان ايل شابو، كيفاش غيدير لها؟ دوله المكسيك، لوكاليزاسيون سينالوا، بلاد العشبه الخضراء، الماري والطيح كثر من النايت. كاع لي زافير في سينالوا كيتفاروا عطش، والقرطاس مغرق كاع الزناقي. 1957 شهر 4 بالضبط غادي تزاد خواكين غوزمان الويرا المشهور ايل شابو، غادي تزاد خواكين وغيلقى راسو وسط عائله هو وربعه ديال خوتو امه وبوه. خواكين غيدوز واحد الطفوله حالته حاله القمه ديال التكرفيس، وملي غادي يكبر غادي تفيكس في 1.68 وحيت كان قصير وغليظ كانت عنده واحد الفورمه اللي في شكل هنا فين صحابو عشرانو والمعارف ديالو غادي يسميوه ايل شابو، وهذا اللقب كيعني القصيور. ايل شابو غيدوز شي شويه في المدرسه وما غيكملش القرايه ديالو حيت غادي يخرجو بواه صحه باش يخدم معاه ويعاونو. الاب ديالو كان كيبيع البهيم، ولكن هادشي كان غاغانار، كان دق صحيح والعاقه من كيدبر عليها هي ديك العشبه اللي كان كيزرع وكيبيع لبنات متكيفه وتما فين كيدخل العاقه. ولكن هاد بواه كان اللي كيحرتو كيدكو كاع ديك العاقه اللي كان كيجمع كيمشي خسرها في البيران والكباريات وعلى العيالات. فاش كيرجع لدارو بالليل كيسالي ديك الزهوه ديالو احسن قتله لمراتو وولدو ايل شابو. خواكين غوزمان ايل شابو هاد العصا كامله اللي كان كياكلها بحال شي طريط مو يوميا خلاتو يمل من هاد الحوره. كان كيشوف بواه المعامله ديال الاب ديالو ديما صالخو ديما صالخ مو المعامله ديالو مع خوتو خلات ايل شابو يكبروا وحاقد قلبو قاصح اكثر من ياجوره، عنده يعني واحد درجه الحقد اللي ما كتخيلش. وهذا الشيء من بين الحوايج اللي خلات ايل شابو يسالي ماشي حاجه سميتها الرحمه في شي واحد. هذا الشيء كامل خلات ايل شابو هرب من هذه العيشه دوالو وهو يلاه عنده 15 عام. خرج من الدار وما شاد لا شهاده ما كمل قرايته ما والو، غادي يكبر والرصيد المعرفي ديالو ضعيف ديال بصح. خواكين ما يلقاش فين يمشي وغادي يمشي غير عند جدو، غيبقى مسلك معاه ومديباني معاه حتى من بعد خواكين فين غادي يتعلم يزرع ديك العشبه ديال الحشيش وبدا يبيعها لبنادم. وفهاد التجاره هي اللي غيولي ايل شابو مدبر على راسو وكيجيب المصروف ديالو وعايش الحياه. التجربه خلات ايل شابو يدير بزاف ديال العلاقات مع البزنازه والناس اللي خدامين في الدومين وحاكمين هذيك الوقيته. هو اللي عرف يخرج يدخل، هو اللي عرف كيفاش التهريب كيدار، كيفاش لي زافير كيطريطاو، كاع هادشي هو اللي ايل شابو كيشوف وكيسمع اكثر ما كيهضر وحسابه في راسه. وهنا فين ايل شابو صافي غيكون صنع على راسو باللي المستقبل ديالو غيكون شبعان بالباله. والحقره والظروف اللي عاش خواكين غوزمان خلاته باغي يبين صحه لكاع اللي حقروه، وخصوصا بواه باللي ماشي انسان عادي وباللي غيكون شي حاجه في المستقبل. وهاد القصاور اللي كانوا حاقرين هو اللي غادي يحكمه في الاخر. ملي ايل شابو يوصل 20 عام غيحس باللي راسو صافي راه ولا راجل خاصو يعول على راسو خاصو يدير شي حاجه ديالو. وهنا فين ايل شابو غادي يطيح الراس ديالو ويقصد عمو، وهاد القصد هادي ما كانتش فابور حيت كان عارف اللي عمو خدام مع اقوى الرؤوس الكبار اللي حاكمين لي كارتيل في ديك الوقيته في المكسيك. وفي ديك الوقيته وبالضبط الثمانينات كانت المافيا والكارتيل اللي حاكم المكسيك هو كارتيل غوادالاخارا اللي كان البوس ديالو اي الباترون ديالهم هو ميغيل فيليكس المشهور بإيل بادرينو اللي حاليا كان مضروب 40 عام وباقي في الحبس. من بين المواهب اللي كانت عند خواكين إيل شابو هو التفاوض والإنسان المجاهد اللي عنده، يعني دغيا نيغوسي معاك دغيا يقنعك بداك الشيء اللي باغي هو. غادي يقنع عمو باش يتوسط ليه عند ميغيل فيليكس، ومن بعد هادشي اللي غادي يطرا وغيولي إيل شابو هو الشيفور الأوفيسيال ديال ميغيل فيليكس إيل بادرينو. وتخيل معايا تكون النكيرة مقاتل باغي دير بلاصتك وفجأة طبر على راسك وتولي الشيفور ديال الباترول الكبير ديال اقوى مافيا وكارتيل كاين في المكسيك. هاد التنقيزه اللي دار ايل شابو كانت كارطه جاك بوت اللي غتشونجي ليه حياته. وغير البوست اللي ولا شاد كان عاجب ايل شابو وباللي راه ولا هو الشيفور ديال الباترون ديال كارتيل غوادالاخارا خلاته يتبتل بزاف ديال الناس وباه وكاع دوك الناس اللي ما كانش عنده معاه ما
بلي ما بقاش شي حاجه اللي ساهله وبلي راه ولا دار شي حاجه كبيره في لافي ديالو. غادي يبقى ال شابو خدام شيفور وكيديباني راسو وكيتقرب من داك ميغيل فيليكس وكيجمع الصحاب وكيدير حتى هو التحالف ديالو ولا شاد بلاصتو وسط الكارتيل ديال غوادالاخارا. حتى 1989 البادرينو ميغيل فيليكس اللي هو الباترون ديال هاد المافيا كامله والباترون حتى ديال ال شابونيت كان هاجو عليه في المكسيك ودو كيهجموا عليه على الديبوات ديالو السلعه ديالو ولاو خانقينو. هادشي خلاه يتعصب ويصفي له واحد العميل ديال الديوا اللي كاين امريكاني. هنايا فين البادرينو كان غادي ينوض على راسو الحل وما غاديش يتفكوا معاه حتى غيجيبوا الراس ديالو وغادي يعتقلوه وغادي يصيفطوه بالحبس. وبطبيعه الحال حيت الباترون الكبير غادي يطيح في الحبس غادي يبداو بانوا مساوس وهاديك كارتيل غوادا الاخرى غادي تتقسم. التشابو ما كانش شي واحد اللي ساهي وكانت هاد الفرصه كيتسناها من شحال هادي بكاع ديك الخبره اللي كان جمع. غادي يجمع صحابو اللي كانوا دايرين به وغيديروا عصابه ديالهم سميتها سينالو. والخوت ديال البادرينو اللي طاح في الحبس تما غيبقاو شادين غوادالاخارا كاين اللي غيمشي يدير عصابه ديال خواريز وغتشتت هاد الكارتيل ديال غوادالاخارا وكلشي غيولي يضرب على الرامو. فديك الوقيته ملي تفرقوا هاد العصابات كانوا كل عصابه كتضرب على راسها وكانت فلوس بزاف كتدخل لهم من التهريب ديال البيضه. كانوا كيهربوا السلعه ديال الكولومبيين يهربوا الامريكان. في الاول كانوا الكولومبيين كيهربوا ديريكت الامريكان كان اسكوبار حاكم الوقت ولكن من بعد الامريكان غتخنقهم من تما وغيبقى الملاد الوحيد ديالهم هما يهربوا عن طريق المكسيك اللي فيها ال شابو وفيها دوك العصابات الاخرين. وهنايا فين كانت غادي تبان الموهبه الكبيره اللي عند ال شابو اللي كانت كي بزاف وقدر يخترع شي طرق ديال التهريب اللي ما طيحش على الجن. من اشهر الطرق اللي هرب بها ال شابو البيضه ديال الكولومبي الامريكان في طفايات ديال الحريق الحكوكه ديال الفلفل الحاره في الطون بتاكر شي طرق اللي ميمكنش تطيح على البال. ولكن اخطر طريقه دار هي الانفاق اللي كان مشهور بها ال شابو. فتخيل معايا تحفر انفاق تحت الارض من المكسيك حتى الامريكان يعني فوق منك الديوانه وانت داز تحت منهم بعربات بالماطر كتهرب في البيضه وتحد ما يجيب خبارك. وتا دوك الناس اللي كانوا كيحفروا دوك الانفاق غير كيسالوا الخدمه ديالهم كيصفيوها لهم حيت يقدروا يسربوا الخبار وتا شي واحد ما كان باغي ال شابو يعرف البلان ديال دوك الانفاق. الطفوله اللي عاش ال شابو خلاته يكبر هو ما عندوش الرحمه. داكشي علاش كان اللي كيغلط كيصفي عليه ما كانش كيتفاهم في الخدمه ديالو واللي عوج ليه غرام ديال الخدمه كيصفي عليه. هذا الرعب والخلعه اللي ولا داير ال شابو في الناس اللي خدامين معاه خليت حتى شي واحد ما كيتغمض لي عينو كلشي خدام مزيان وحتى شي واحد ما كيغلط. وهادشي اللي ما كانوش دايرين لي كارتيل الاخرين والعصابات الاخرين كانوا كيخدموا خدمه اللي تقليديه. هادشي اللي خلى ال شابو يهرب عليهم بسنين ضوئيه وكاع الكولومبيين ولاو باغيين يخدموا مع ال شابو. وهنا فين غيحكم ال شابو اللوجيستيك واي واحد باغي يدخل البيضه الامريكان خاص يسني ليه ال شابو. وبطبيعه الحال هنايا غادي يحقدوا عليه الكارتيل اللي كانوا مع ال شابو في المكسيك. فكيفاش انت بوحدك اللي باغي تاكل الحلوه؟ وهادشي اللي غينوض بنا هاد لي كارتيل مطيفات اللي خايبين. لي كارتيل الاخرين كيضربوا الرجال ديال ال شابو وال شابو ما كيسكتش وكيصفي الرجال كاملين وغتنوض واحد السلسله ديال الدم اللي غتخلي المكسيك تهبط العسكر باش تقدر تكالمي السوق. وهنايا كانوا غيصيفطوا النص الحبس وال شابو كان غادي يهرب. ال شابو كان غادي يسلت وغادي يستقر يسكن في غواتيمالا وبقى مجيري البيزنس ديالو من بعيد. وكان هنا غادي يدخل اول مره في حياته مبالغ خياليه ديال الدولار حيت كان كيدير واحد التحالفات مع رجال اللي ناضين وكان عارف الخدمه ديالو ومغيش الشغل ديالو. هاد التنظيم هما اللي كانوش قادرين يوصلوا ليه العصابات الاخرين. ولكن في 1993 الاول مره واخيرا غادي يشدوا ال شابو وكانت دي اول مره ديالو. وهنا كانوا غادي يصيفطوه للمكسيك باش غضربوا ب 20 عام ديال الحبس. وهنا بالضبط فين غيكون مريقل ال شابو. كان عارف باللي ميريكان بلبل عليه والمارشي سخون عليه داكشي علاش غيريح في داك الحبس. واخا كان محكوم ب 20 عام غادي يشد المدير ديال داك الحبس وكاع الحراس غيعطيهم الرشوه كاملين وغادي يشبعهم دولار باش يقلبوا عليه وغيولي عايش في قصر وسط الحبس. عيالاتو كيجيو عنده صحابو كيجيو عنده حتى الاجتماعات ديال الكارتيل والعصابه ديالو كدار وسط داك الحبس. من بعد ما غادي يعاقوا به وبالضبط في 2001 المحكمه العليا ديال المكسيك كانت غدير واحد الاتفاق مع امريكان باللي صافي مابقاش عندنا المشكل وولات السهوله لتسليم المجرمين. وهنا ال شابو فين غتوصلوا الاخبار وغادي يخاف وغادي يتخلع وغادي يهرب من داك الحبس بواحد الطريقه خياليه. غادي يهربوا واحد الكارديان في سله ديال الحوايج ديال المصمانه ويهربوا بالطوموبيل ديالو. ومن بعد ما داروا لي زونكيت على هاد العمليه غيلقاو باللي ال شابو عطى الرشوه لاكثر من 70 واحد خدام في الحبس وحتى المدير. وهاد لافير اللي هرب بها ال شابو
خلاتو يخسر فيها اكثر من 2.5 مليار غير باش يهرب. وبسبب هذا الهروب اللي دار خواكين الشابو سقطات ميريكان للمكسيك وقالت لهم بلي نتوما ميكين عليه وكديروا هادشي بلاني. وحطات ميريكان 5 مليون دولار 5 مليار مغربيه باش اللي عطى معلومه صغيره فين كاين الشابو. وغادي تنوض واحد المجله ديال فورس اللي كتكتب غير على اغنياء العالم، وكانت هذه اول مره غيتصنف رسميا إل شابو في الرقم 701 باللي من اغنى مليارديرات اللي كاينين في العالم حاليا. وهنا فين غيبداو حاطين لعين إل شابو وغدوز 13 عام وما كيقلبوا بالنهار وبالليل عاد غادي يقدر يتشد إل شابو. ومن بعد ما كتبات على هذه المجله ديال فوربس إل شابو غيحس بواحد الفخر واولي يعني عاجبو الحال. وهنا فين غيولي سخي مع الناس وكيتهلا في الناس والناس ديال سينالوا لدرجة كيدخل شي مطعم كيخلص على كاع دوك الناس اللي كانوا تما كيتعشاو. يعني هادشي خلاه يولي روبن هود ديال الفقراء، يولي عزيز على الناس. وبطبيعة الحال هادي استراتيجية من إل شابو باش لا شي نهار احتاجهم يوقفوا معاه وما يبيعوش به. وفات الفترة كاملة إل شابو كان خدام مزيان ومغيز التهريب، وكانت البيضة كتدخل الميريكان اغوغو ما كانوش عارفين كيفاش كتدخل. كانت ديو خدامة أخطر الأجهزة ديال الميريكان خدامة استخبارات، كانوا باغي يطيحوا إل شابو ولكن قليل كيفاش كانوا كيطيحوا على شي ثغره كيفاش كيدخل البيضه الامريكان. غادي يبقى إل شابو بلبله وخدام في التهريب حتى 22 في شهر 2 2014 فين غادي يسالي الزهر ديال إل شابو. في التاريخ بالضبط كانت غدار واحد الميسيون غيشاركوا فيه احسن ما كاين في الاستخبارات، وبزاف ديال الدول غتدخل في هاد لافير باش يشدوا إل شابو. غيلقاو في واحد لوطيل في مازيتلان في المكسيك حتى البحر، وغادي تشد هنا إل شابو المرة الثانية ديالو. وإن فوا ما شدوه هنا أمريكان غتقول المكسيك من الآخر والو غتعطيه ليا باش ندي الحبس ديالي حيت نتوما ما قدرتوش عليه. وبطبيعة الحال المكسيك خافت على راسها حيت إن فوا ما غتشد الباترون ديال كارتيل سينالوا اللي ولا ولي حاكم وكاين في المكسيك وتصيفطوا الأمريكان غتنوض عندك القرابالة في البلاد كلشي غادي يموت، وغتنوض لك واحد الروينة في بلادك ما جيميش معاك. هادشي اللي خلى الرئيس ديال المكسيك إنريكي بيني يدخل شخصيا ويطمئن الميريكان ويقول لهم هاد المره كنواعدكم باللي ما غاديش يعاود يهرب ويدوز الحبس ديالو على خاطره. وفي 11 في شهر 7 2015 إل شابو غوزمان غادي يثبت للعالم باللي هو واحد الانسان ما كيعرفش شي حاجه سميتها مستحيله. كانوا حاطينه في اخطر حبس كاين، الحراسه 24 ساعه على 24، الكاميرات، الهواء اللي كتنفس مراقبينك عليه. ولكن المفاجاه ان إل شابو غادي يهرب. مافيا ديال إل شابو كانت غطي على المخطط ديال الحبس، وكانت غتمشي لواحد الدار بعيده وغادي تانستالي فيها وباللي راه كيبنوا فيها ما كاين والو. ولكن هما كانوا كيحفروا في واحد النفق معبر طويل كيجيب حتى الزنزانه ديال إل شابو، وغادي يوصلوا للفتحه ديال الدوش فين كان كيدوش إل شابو. ومن اللي غادي يصيق هو الخبر غادي يمشي بحال غير بغى يدوش بلا بغى يقضي حاجه ديالو، ولكن كان غادي يهبط وغادي يهربوا من تما. وملي غيتاكدوا السلطات غيلقاو باللي اكثر من عام وما كانوا خدامين على هاد لافير وكيبنيو فهاد النفق، والحكومه ناعسه وما جايباش الخبر. ولكن هاد المره إل شابو ما كانش غادي يكون عنده الزر، ما غاديجيش يبون بالعام حتى غيتشد في المدينه ديال لوس موتشيس اللي كاينه في المكسيك. وكان إل شابو الحاجه الوحيده اللي كتخليه يعني زيكزاكي وتخليه ريسكي هي العائله ديالو ومراته اللي كان كيبغي يشوف ولادو، حيت ما عندهاش معنى انك تكون في النيفو كامل وما تقدرش تشوف حتى ولادك. هادشي اللي كان كيخلي إل شابو ريسكي، وكانوا غادي تدخل المشاه البحري ديال المكسيك وكانوا غينوضوا قرطاس وغادي يشدوه في الاخر صح. وهاد المره كانوا حاضرين مع إل شابو وكانوا مستحيل يسمحوا ليه باش يعاود يصيدهم ويهرب ليهم. كانوا غيحطوه في واحد الحبس مع الحدود ديال ميريكان، وكانت ميريكان انا ما غاديش تفاك وغتبغي دي صحه ولا خاطر لعندها. وهادشي اللي دارت الحكومه ديال المكسيك وافقات باش إل شابو يمشي لميريكان، ولكن المحامين ديالو وإل شابو نوضوا الصعر عليهم وداروا واحد الاستئناف وربحوا الاستئناف. وهذاك القاضي الفيدرالي اللي كان واقف للافير ديال تسليم إل شابو والميريكان غادي يصفيو لي كارتيل سينالوا وغادي يساليو ليه حياته. وهاد القباحه والتحدي اللي دارت هاد المافيا لهذاك القاضي الفيدرالي خلاتهم كاملين يسخطوا، خلات ميريكان تدخل وتجيب إل شابو وتحيو الحبس ديالها. وفي 2017 غيدخلوا بزاف ديال الدوريات ديال العسكر وبزاف ديال المشاه البحريه وغادي يسلموا إل شابو الميريكان، وغادي تشد بالضبط في الاصلاحيه ديال الميتروبوليتان اللي كاين في ميريكان. وفي 17 شهر 7 2019 غادي تحكم على خواكين غوزمان إل شابو بالسجن مدى الحياه المؤبد. وملي دازت 5 سنين إل شابو غيطعن في ذاك القرار ويقول لهم انا ماشي من الحق ديالكم تسلموني الميريكان. حتى واحد مراته ما داستوش، المحامين ديالو بقاو غاديين جايين للميريكان باللي راه ما عندهمش الحق يسلموا إل شابو. ولكن ميريكان كانت غتطيح مرت إل شابو حتى هي في الفخ
وغادي يجيبوها بلاتي هي كتهرى البيضة والمبوقات الامريكان. وباقي على فير ديال إل شابو خدامتي اليوم اللي غالبا وكلشي كيقول بلي ممكن تكون شي حاجة يهرب، ولكن الامريكان مستحيل تسمح بشي حاجة بحال هذه. وبزاف دابا غادي يسولوا على هاد المافيا الكارتيل سينالو والسالات ولا شنو طرا، هي مسالات وباقا قوى من الاول وباقي ولد إل شابو وفيدو غوزمان اللي كيعيطوا ليه الراتون، يعني الفار هو اللي دابا شادة وحاكمة، يعني تا هو بلبلة كتر من بواه. الا بغيتو فيديو وجهي ان شاء الله نديرو عليه شي حلقة تا هو، قولوا ليا في التعليق. تحياتي لكم، خليوا البصمة ديالكم، نشوفكم ان شاء الله.